كنت بتتفرجي مثلا على المذيعين كنت حريصه ان انت تشوفي مثلا شفت كل حاجه ايه شفت بره ومصر وكل حاجه وتابعت كل الكلام وتابعت كل البروجرامز كل حاجه شفت ازاي بيتكلموا وازاي بيعملوا كل حاجه شفتها جمانة دور شرير شويه معظم النجمات بتقلق من دور الشر انت من الفنانات اللي بتقلق من ده لا انا ما بحبش اتحصر في دور الشر بس يعني مش بقلق انا ما بقلقش من حاجه وانا حباها بس ما بحبش اتحصر في دور معين ان هو دور الشر يعني تقعد هناك ما تخرجش منه اقعد كل شويه بيكلموني كانوا على ادوار الشر انا دي ما بحبهاش بس كواليس العمل كانت عامله ازاي والله كانت حلوه كنت بصي لما بتكوني مركزه في الشغل ما بركزش في الكواليس الكواليس كانت حلوه جدا خصوصا مع هشام سليم انا بحبه جدا كان شغلي معاه كان اغلب مشاهدك معاه طبعا طارق وهشام بنكون بنعمل انا يمكن عشان هو فرنسي شويه وكده فبنهزر وبناخد وقت وبناخد ولادي يعني طارق جميل برضه مش عملنا شغل حلو كنا بنقعد مركزين جدا في التصوير ومشاهدنا